فرني مسخن على حرارة 180 أوكي. وجاهز لطبخ السمك. أنا ما بشيل هم السمك لأنه بدوش كثير وقت، خاصة فيليه يعني ما بالضبط. أبدا سريع سريع. أيوة نأخذ مجموعة أو كمية من البهارات، بهارات السمك. والله هي تحويجة مرتبة، تحويجة حلمة، شيء مرتب دوق أبطاء كثير، تحويجة يعني فخمة للسمك. يا عيني شايف الله. طيب عظيم جدا. بعديها طبعا هي مملحة، بس أنا دائما بحب أزود شوية ملح وفلفل أسود، لكن انتبهوا هي فيها ملح كويس. تمام. بدي أخذ كمان الثوم البودرة، شوية أعشاب هيك مختلفة، بقدونس مجفف، وأخيرا البابريكا المدخنة. هيك صار عندي أبطاها بهارات، إشي فخامة. نخلطها مع سوا منيح، وكلها على الناشف. إذا بتلاحظوا بعد ما حطيت عليها لا زيت ولا إشي، عظيم. بنجيب ورق الزبدة وبنحط سمكاتنا يبطاها هون. البهارات هاي الآن رايحين نضيفها على السمك من كل المناطق. طلع مش بس بدنا نديرها، وبدنا نفركها بإيدنا شوية حتى تتشربوا. إذا بتلاحظوا كمان إيش، إنه أنا لسه ما حطيتش أي نوع من الزيوت عليه. هاي عندي هون السمك صار جاهز. تمام. نأخذ السمك يا بطاها وعلى صينية الشواء. تمام. متفقين؟ قلنا لك لا نملك إلا أن نتفق معك، أنت ديكتاتور. لا يا بطاها. أنت ديكتاتور. لا بقى متفقين طبعاً، نقول لك نعم يا شيف. لا يا بطاها. حبيبي. والله إحنا دائماً. والله حبيبنا يا بون. ليست قلبك يا بطاها. هاي أخذنا هالبطاطات. سوري السمكات. صفطناهن. ناخذ الزيت يا بطاها. تمام. وندير عليهم الزيت. الزيت بعد ما حطينا البهارات، والبهارات وين دخلت؟ كلها على السمك. اهم شيء انه ايش يا بطاها؟ انه يكون مبهر والزيتات تصل كل اطرافه. مبهبر منيح. مبهبر منيح. مبهبر منيح. الله عليك. تفضل يا ابو عمر. بطاطا مسلوقة. بطاطا مسلوقة تمام. بنضيف لها شوية بقدونس وشوية من هالزعتر، وبعديها زيت زيتون أو زيت نباتي جود من الموجود، ملح، فلفل أسود. أيوة مسلوقات طبعاً هذول. طبعاً هسا بدك تحمرهن تحميرة. وشوف أبطاء أنت بدك تمشي مع السمك. السمك هون يعني بده تقريباً ربع ساعة ثلث ساعة بيكون جاهز كونه فيلي. هاي الفترة ما بتكفي إن البطاطا ينضج عندك. نعم صحيح. طبقنا الآن صار جاهز إنه ندخله على الفرن. بدنا تقريباً من ثلث ساعة إلى نصف ساعة وحسب الفرن اللي عندكم، لكن إحنا بنشوف بنتابعه إنه السمك الفيليه مش رايح كثير يطول في الطبخ. وكمان عندي البطاطا أنا مسلوقة سلقا كاملا، فعلى الفرن بنحكي بسم الله. وخلينا نشوف هسه أبو طه شو أجوبة الناس كمان. هسه بسم الله على طول. إجراءاتك يا أبو، بسم الله. إحنا أمورنا طيبة. بدنا كيلو سمك فيليه، وطبعا فيكم تستخدموا اي نوع من السمك. بدنا ثوم مجفف، بقدونس مجفف، اعشاب، بهارات سمك، وبابريكا مدخنه، زيت، بطاطا، ليمون، وبصل للتقديم، شويه ملح وفلفل.